قدمت أداء ملفت الانتباه في الشوط الأول، وهذه هي لقطة الهدف الأول الذي سجله بنيوتوب بطريقة رائعة. سوليناس يعرف جيدا بيت الوفاق ولعب بخطة هجومية محضة. تصور كريم أنه لاعب بثلاثة مهاجمين، بنيتو وبوعيشا في الهجوم، باغت الوفاق الصيفي، وثناء كبير في صيف على سوليناس وعلى موليتو هرم الذي تغير كثيرا، رد عليه